حكومة السيد الكاظمي كانت قريبة جدا من الأمريكيين، لماذا لم يفتح باب التسليح؟ لم يستثمر هذه الصداقة مع الأمريكيين؟ يعني الكاظمي لو كان بيده لا عرض طائرات للبيع، يعني هو أصلا ما كان مكلف يعني حتى يعني يبني يا طائرات يعرضها للبيع سيادة الفريق. أنا أقصد يعني مثل هذا مثل. يعني هو الرجل ما مكلف كان بالبناء، هو كان مرحلة صغيرة ويطلع، وما كان يحلم أن يكون رئيس وزراء.